عرفت كلامي؟ شغل جد، لكن يا حالي النوبة أنا داير أوريكم لأنه أنا نسيبكم متزوج منه. عرفت كلامي؟ عبد الواحد ده ما بقاتل يا جماعة، ما عنده خير لأحد وما عنده خير للناس، لا يمكن يكون عنده خير على الآخرين. والكلام ده زي ما قالوا هلنا في كردفان، تلبلبكم اللحمة في لب العيش، بيجيبوا لكم ملاوة مع الضباط. حسي شايف الشغل ده كله كده قاعد يتكامل مع بعضه، وقاعد يربط بعضه زي ده، العجين ده قاعد يربط بعضه، وفي كتمة وهيكتموه في همتي. يبقى الرسالة للحركة الشعبية إنه عبد الواحد ده ما بقاتل، ولو كان بقاتل أما أهله هنا، أن أهله رجال، لكن هو علمنا الجبن، علمنا إنه ما تدقوا ذخيرة. أي الناس دي الناس نبتاعها، الناس ده أنت لو أبوه صاحبه داير يدق أمك ذخيرة بتغلب. عرفت كلامي؟ فالزول ده بقوم جاي. عموما أنتم ما دايرين الحرب، وما في حاجة بقى، ما في حلاوة بدون نار. الرغيف ده حلو لكن لازم يدخل النار، التبيخ ده حلو لكن لازم يدخل النار، انتوا دايرينها بارده كده يا اخوي، حسي دايره تكتم، فما انتم فائلون. يا حركه شعبيه، حركه شعبيه قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو تحياتنا لكم. الزول ده بجري، الزول ده كتم، نحن من قمنا كده زي ما قالوا بنمر خمسه، بنمر كله دايرين بس لا من الكو يحمى واللسان يبقى دقيق. ده نحن سائين ليه لازم ندق دخلنا ونضريه. فزول داك بيجري بعمل حمام جرى حمام طار. انا ما اعرف ذاته العسكري ده اصلا هو خصم على شنو؟ خصم انه يموت، خصم انه يكون يدق بلي. العسكري شفت الكاكي ده؟ الكاكي ده اصلا شفته بتاع البلي بس. ما يعني الكاكي ده ما بنطلونه قميص ولا كيف؟ يعني ده ما لي اسم مدني، ده ما بنتو كرفت. الكاكي ده ريحه دم يا صاحبي، ده كله دم. هذه لا خطة عالميا ومحليا، ده دم، ريحه الدم ده كده صاروا لي كده. يعني هو دفاع، دفاع ما يدافع يعمل كيف يعني؟ يطبطب للناس كده ولا بلي؟ فاي زول لابس الكاكي ده انت ميت حبوب حبيبنا، انت ميت. واي زول ما داير يقاتل داير يجيب حلاوه بدون نار، ده يا اخوي هوي السودان كله داير يكتم داير يبتو. فماذا انت فارس السودان داير يبتو، دار تاكل بلي حبابك عليك، ما دار تاكل بلي يا اخوي. شوف لك بلد ارفع بوجهك من هسه انا اوريك اصعد. طيب نمشي قدام شويه، نمشي قدام شويه. طيب انت قاعد انا افريقي، افريقي الله يبارك لك افريقي. الفرنجاي ده اسمه ادم، قاعد في كندا، عبيد بتاع عبد الواحد. عينه لو كويسه تقول ده بطلع لايفات الا وجا 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 وجا، ما عنده اي نتائج، مخرجات وهميه ساكت. طيب دارنا بس الرساله لادم ده، بقالد في الناس اللي اختطروا في الجبل مره، كذاب 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 كذاب، والله سيب اجيب لك من بني جدتك بديم دعوه هنا يتكلموا يقولوا كلمه حق. يا منزور ده جاء يتكلم كلمه حق، طوالي صنفوه، يتخيل قاموا صنفوه، طوالي صنفوه انه الزول ده اي بتاع الليله دايرين يقتلوه، يعني 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 ممكن الجنجويت لو قبضوا الزول ده يخلوه، لكنهم يعني الزول ده دايرين يقتلوه كبار الجنجويت ذاته. انت قادر تفهم اللي ده؟ واحد اثنين يا ادم يا مطلصاتي، انت قال نقطه مهمه جدا في لايف. اللايف هسه مشير في نيال البهير، الدايره يمشي يجره كده تحت، ما الفوق التحت. قال نقطة مهمة جدا، قال يا أخي ناس أحمد كسل بيقولوا اشتري سلاحك واحمي نفسك. ده أنا وصل لي الرسالة دي في حقومه هنا، وقاعد معي في اللايف ده وبيشاهد اللايف ده. حد بنية زي ده كسر له 16 سنة. طيب نجيب لك السلاح كده والذخيرة يعني نعرضه لك هنا طيب في اللايف يعني؟ ده واحد. اثنين قال الناس المعسكرات ذاته لا حول لهم ولا قوة، يشتروا سلاح من وين؟ مقطوعين من شجرة؟ مقطوعين من شجرة؟ أكثر ناس تجار، تجار كويس؟ تجار يعني تلقى الجمل تجار، جزء شوية من التاجر التجار، لكن كبار التجار على مستوى دارفور، الفور والزغاوة ديل تجار ما عندهم قروش. الناس اللي قاعدين في المعسكرات ديل ما أهلهم مقطوعين من شجرة. طيب الناس اللي قاعدين في المعسكرات ديل ما أهلهم ذاته رفعوهم من معسكرات بتاعت الشعب ده، قاعدين في أمريكا وقاعدين في الاتحاد الأوروبي وكمان قاعدين هسي في معك في كندا، ما ديل ناسهم، ما نحن ديل اهلنا. لو في واحد قاعد يوفر 200 بس في الشهر،
في السنة بيعمل كام؟ 2400، 2400 بمليار وشوية، ما بيشتري بندقية وذخيرته؟ ها؟ ولا دار نجيب لك الذخيرة والسلاح، نقول لك يا حوده السلاح كميته كده 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 الناس اشتروه، ما السلاح هناك شغال، ما في جنجويته وقع، ضربوه بشنو؟ ضربوه ببسطونة؟ وانت تتكلم كيف يا زلمة؟ قال الناس ذاته قاعدين في المعسكرات جمال افن ما قدرت والله السودان ده بلي بس بلي بس اي دول ما دار بلي القبارك القمارك تمرق روحك يمرق جلدك فروة يا قريب يا خسيس يا افن بلي بس انت قدرت تجيب حقك باخوي اخو الكيزان الحكم وده جزء من ابناء الشمال انا ما قدر اعمم الموضوع والله ما شوف انا اديك من الشير بيت ما بخلوك تحكم والله الا بالقوه الا بالقوه اديك من الشير بيت هنا يا هذا دقيقة هنا أدقك كده لما أنت تتكيف أسمع الشمالية دي قالت شنو؟ السلام عليكم ورحمة الله إنه السودان الليلة ما فيه دين دين ما موجود في السودان من كل الجوانب بتاعت السودان الناس بيتكلموا عن الدين الدين المعاملة الدين المعاملة وما فيش في القرآن أنا بقرأ القرآن بداية من الفاتحة إلى الناس أنا في القرآن ما لقيت في حاجة اسمها الأخوان المسلمين شفت في القرآن في كلام بيقولوا الأخوان أكمام طويلة الدين ما شهادات بتاع الدكتورة وماجستير كل واحد شال دكتورة وماجستير نحن أهلنا زمان في الزمان الماضي لما كانوا جهلة ما كانوا بيعرفوا بيكتبوا كانوا مطبقين الدين صحيح الدين الليلة موجود في أي حتة الدين مكتوب في القك في القهر في الاستبداد في السرقة في الرشوة في قش الناس في أي حتة موجود الدين الدين معاملة الدين ضمير ربنا قال أنا بعايل القلوب في الصدور أنا ما بعايل الوجوه لأنها ما بعايل الوجوه أين القلوب في الصدور أنا بشوف الليلة أنا قاعدة هنا في البلد دي بعاين لوحدة بتجيني راكبة ليها لان كروزر بتقول لي ده بمليار و200 مليون انا شفتها بعيوني ومشيت لها في بيتي لقيتهم النادي الفقر ما عيب يا جماعه الفقر ما عيب ما عيب لكن في كوني انا اكون من تحت الحضيض سرير بنوم فيه ما في عشه ضلني ما في ضل يضلني ما في والليله انا بركب لان كروزر مليار و200 مليون وبتكلم على اساس اني انا ساكنه في جاردن سيتي بيتي بيخلع يعني من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ نعم. انا سالتها قلت لها انا لو جاء القانون بتاع من اين لك هذا؟ انا حاسالك انت اقول لك من اين لك هذا؟ حتى لو زوجك عنده ما عنده لكن جابه من وين؟ جابه من وين؟ أيوة. النادي ما عوره ما عوره كانت عشان تعرف تجيب المليارات بيمشوا أولادي لجهاز المغتربين جهاز المغتربين موجود فيه عناصر موجودة في داخل جهاز المغتربين قالوا ديل سماسرة إذا أنت ما أديت السمسار 15,000 جنيه على كل جواز سفر بالمناسبة أوراقك ما حتطلع الكمبيوتر معطل القاعدة جوا ما بتعمل لك حاجة بتقول لك أمشي تعال بموهوك بيعملوا لك كده أنا جيت لقيت العربية بتاعتي ما مرخصة وعايزة أمشي الترخيص قالوا ليلى ما تمشي ترخيصيها بيجيكي الواحد هنا في داخل البيت بيشيل منك الشهادة بتاعت البحث وبيعملها وبيجيب لك تدي 35,000 زايد ثمن الترخيص قلت لهم ليه؟ أي سبب من الأسباب ليه أنا أدفع 35,000 ليه وهو وفي نفس الوقت أنا أمشي لي مركبة في الشارع فرام مقالمة طويلة بتحكي كده فيها كمية بتاعت فساد شهد شاهد من أهلها دي شمالية وقاعدة في الخرطوم من بيت القلاوي أنا لو دير أكمل لكم المقالمة دي طويلة جدا المهم بتتكلم بسيستم كده بتاعت فساد بعد ده انكشف المغطي الستار والمنبت كله المغطى كله بمره بعد ده نديكم هنا ناس جبال النوبة تحياتنا لهم ردم الفلنقايات أنا بشكرهم جدا أنا بهيم جدا يا حييم جدا يا ادم عليك الله يا اخي قوم شوف مراقب ريدك وين يا سيدك ده قاعد مع يا اخي عليك الله سيدك ده قاعد مع الكاردينال يا اخي قاعد مع الكاردينال يا اخي عليك دينك يا اخي الله يا اخي الناس حركه شعبيه ده ذاته النوبه دي المساكين زاوية يا اخي هو ذاته جرى طبعا فات جوبا صح المهم زي ما عارفين الرجال الجد الرجال بنحسبهم بالعيال بالاصابع بس دكتور خليل
جون جرن وعبد العزيز الهلو كويس، وتاني منو يعني معروفين واحد اثنين ثلاثة بس، تاني منو اكتبوا لي يا جماعة لو في زول نسيته. زول ده قاعد في نص جيشه زي ده، في نص الجيش. انت زول لك دينك وايمانك، لو متزوج اختي انت ومشيت الاتحاد الاوروبي وقعدت 10 سنوات، لو جيت تنزل مع اختي في البيت ودي زوجتك ترد عليها ولا تمشي تنزل في بيت الجيران؟ تجي تطبطب للجيش انت قيام 10 سنوات قاعد في فرنسا على الضوء ورق 10 كيش كرش 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 قرقش زي شفت زي البسكويت الماشي، اكل ال10 سنوات زي البسكويت الماشي. المهم قام فات نزل وين؟ نزل في بيت جيرانه، يا ريت ذاته في بيت جيرانه كويس؟ يا زول لك الله فيك يا زول يا زول يا بابا، من ناركم من ناي بتاعت مين والناس نايمين؟ من ناركم من ناي فاطم بطح للبشير زمنه وكان خلى النازيين واللاجئين وأثر بحر البشير وجراجة. لكن بعد ده أنا طبعا ما بصدد الدفاع عن مني، لكن ده أديك أن مني حاجة كده، مني ده رغم إنه هو يعني قاعد مع الجنجويت والكيزان وبتاع وكذاب وكده وبتاع بتاعت لهف، لكن فات جا قاعد مع أهله ما ده ولا بصل ياكلوها ولا طماطمية واحدة، لكن فات قاعد معاهم بيكذب بيلولو. المهم شفتوا جد قاعد معاهم زي ده في الوطن رد عليهم وبتاع، وهنا شوية كده الناس يعني قلوبهم بيرد كده، يعني الواحد قلبه شنو شوية كده شنو يعني بقول خلاص، حتى لو احنا عارفين انه كذاب لكن طالما جانا كيف حالك ان شاء الله كويس الحمد لله. يعني المهم بلغة امه ذاته بوصل له الكلام، فات لاهله وسلم عليه معي كيوبر نكدري انا. المهم شنو عارفين انه كذاب لكن برضه فات لي 15 سنة ما تجي ساكت تقول لهم يا اخي كيف حالكم ان شاء الله كويسين، انتم ميتين ولا عايين ولا جيشك، انت لابس عسكري بتاع جيش يعني كاكي زي ده ميري كمك زي ده تخاف كيف يعني؟ انا ما عارف ذاته. الله يا كيم يا اخي الله ما تشكر لنا الركوبة في الخريف يا اخي، يا اخي الله ما تشكر لنا الركوبة في الخريف.